وتروح وتجي الأيام. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها، وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض؟ فما أشرف من باع فلسطين وأعدائك أولئك يا وطني، من باع فلسطين وأسرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام ومائدة الدول الكبرى؟ فإذا أجن الليل تدق الأكواب بأن القدس عروس عروبتنا، آلاً آلاً، من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة؟ Amen.